Servierte an, das ist alles. Nee, sie hat auch mitgefrühstückt. Enes! السلام عليكم، كيفكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو 5 كل شيء تمام ان شاء الله. اليوم غادي نعمل لكم البارت 2 او لا الجزء الثاني من مدينه إفران. بالنسبه للجزء الاول كنت قلت لكم يعني واحد الحاجه، واحد الظاهره اللي وقع في إفران والمغرب كله لا تبشر بالخير صراحه. اش غنقول لكم؟ يعني الجفاف، يعني القحط في إفران نورمال، هي معروفه، واخا في الصيف كتكون دائما فيها يعني كتكون باردة وكيكون فيها الماء، وفي المشتى دائما كيكون الثلج يعني على الجهة. أما هذا العام صراحة أنا تصدمت واحد الضايا كانوا فيها الإيواز ما بقاتش نهائيا، والإيواز ما بقاش يعني يبسات. مهم، الأمر لا يبشر بالخير. خليكم معايا. صباح الخير عليكم، كيفتم؟ نتمنى تكونوا إن شاء الله مزيانين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو 5 كل شيء تمام. فاليوم يلا فيقنا كيف ما كتشوفوا يعني ديالي شوش منفخين، عملت غير الكريمة الواقي ديال الشمس فقط، وعملت الريسي والكحول، هادشي اللي كنعمل انا في الصيف لانه الحراره كتخرج على الوجه الا كان فيه الماكياج. صافي كيف ما كتشوفوا غتلاحظوا معايا لابسه نفس العبايه، ما تستغربوشي بالعاني، لاني هنايا في إفران عوالة انني غادي نمشي ان شاء الله الا جبرتهم في العين ديال فيتال. العين ديال فيتال الا ما غلطش كاين تما الكيادر يعني الاحصنه. الا جبرت ان شاء الله غادي نعمل هادي الكف فوق شي كايدار انا ووليداتي. لذلك عملت هاد العبايه، هي يعني نقدر نطلع رجلي، اما الا لبست شي سروال ولا عبايه مشدوده، عندي العبايات مشدودين، غادي نضطر انني نطلع العبايه، ومع التصوير وهذا ما جايش. لذلك فتحت هاد لبست هاد العبايه، هي ديال البارح مفتوحه من تحت من السروال، يعني غتعدل لي نركب يعني ركوب الخيل غادي يكون احسن من العبايه مشدوده اولا من السروال مزير. صافي المهم بقى معايا ان شاء الله، دابا غادي نمشيو نفطروا، ما ديوش على العوينات ديالي منفخين كامله منفخه، لو جا اصلا منفخ. المهم بقى معايا حتى شي بعيد. صافي ها حنا خرجنا، هذه صافي خرجنا هانتوما كيف ما كتشوفوا، هذه القهوه ديال لابي، وراه فين في كاين البنكا ديك الدار فين كرينا. صافي دابا غادي نمشيو للسياره نحطوا الباكاج، وغادي نمشيو نفطروا في واحد البلاصه اخرى كيعملوا كيصايبوا البطبوط والملوي، كاين حدا هاد القهوه ديال لابي. صحاب إفران تقولوا لي سميت هاد الشارع، ها هو، ها هي المراه اللي كدير ملاوي. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا كاين مسمن طري سيمينات غزلان، كديروا حتى الملاوي؟ الملاوي ايه، حرشه البطبوط ياك. المهم هاد القهوه هي صراحه كلشي عندها، كلشي عندها غزال. شي ماخدي دوتشا اوسيف لوشان كنسوي داك تيبيات بازو غير نتي سيبيات انا سي خالص تعرفش ما كنت سوي على اسمان بس نفهمش. ها هي النحلة، جات مع المعلقة، معلقة فيها العسل حتى هي جات تفطر معانا. Thank you.
حلوة؟ اها Okay. Papa, ich hab keine Sicherung, Papa. Was? Papa, ich hab keine Sicherung. Was, du, wenn ich auf einmal du runterfalle? Nein, du hältst fest an Mama. Mama. Ja. Und wenn meine Nase juckt und ich muss sie loslassen? Nee, gar nichts. Willst du hier einsteigen? Nein, nein, nein. Oder du mit mir? Ich will auf gar keinen Fall. Ich kann mir meine Hand nicht wegmachen, ich trau mich nicht. Han har dem nå? Wach. Ich filme dich, Enes. Man sagt jetzt immer mein Gesicht. Aufnehmen beim Foto machen. Ja. Ja. برد بردين. هذا هو العين إفرع أنا سلوى. أنا فيتال ني فيتال. ما كانش معي. يلا ما. المهم هذه هي الطريقه اللي كدير العين الضايه العين ديال الفيتال. ها لا سو دينا نعطونا بنتك كنزاك ملك هاي فيديو ملك خافت ركبت حشاكم على الحمار ناودت العاده فاسيت نيكس ملك ملك هل تش ملك مغرف فست اون بابا ملك داس ماخت سباس مالك راكبة على الحمية الصغير حشاكم مسكينة خافت ما قدرتش هي تركب على قبيلة على الكايدار صافي ركبت على حمار صغير مبغاتش تركب لي ما صورتش ديك اللقطة عرفتو كيش بدات كتبكي ولا خافت المهم دابا غادي نمشيو للضايع على غبرة فلوس فلوس
ملك وات واو ملك كان زوبا على انا غايت برافو حبيبه يا خيبه خوفتي توا كيف خافي تو مشي كيسي بعد سيفين بعديس كل دقائق واخيرا وصلنا للضايا ديال افران اللي معروفه طبعا شحال هادي راه كنا كنمشيو ليها كانت ما شاء الله كانت الضايا شغنقول لكم يعني الماء تبارك الله ما شاء الله الناس اللي افران الناس اللي سبق لهم مشاو لافران فكانت ما شاء الله يعني عامره بالماء هذا العام صراحه والله ثم والله تصدمت واحد الصدمه اللي نقول لكم مهم العين نقصت بزاف الضايا نقصت بزاف وديك البركة اللي كيكون فيها الإيواز فوسط إفران معروفة كيكون فيها الإيواز البط فيبست تماما ولات شغنقول لكم يابسة 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 ما فيها حتى قطرة الماء وما بقوش تما الإيواز فطبعا ملي سقسينا أو لسونا على السبب يعني شنو هو قالوا لنا يعني قلة الشتاء يعني الجفاف مهم الله يعدل من عنده ان شاء الله ويسقينا بالغيث ديالو مهم نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم هذا البلوك ان شاء الله اللي عجبكم ما تنساوش البارطاج وكذلك اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم ان شاء الله بقاو معايا حتى الفيديو المقبل باغي يكون واحد ان شاء الله الفيديو واعر 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 بزاف غيعجبكم بزاف خاصه الناس اللي كتعجبهم المغامرات كله تشويق بقى لي حتى الى نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.